عملوها الأبطال وفرحونا الوحوش. الله على أولادك يا مصر. بعد مباراة ماراثونية تألق خلالها اللاعبون والجهاز الفني، نجح الفراعنة في بلوغ الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون، وذلك بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار العنيد بنتيجة 5-4 بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية في دور 16. مباراة كبيرة قدمها أبطال مصر بعدما نجحوا في السيطرة على مجريات اللعب وصنعوا العديد من الفرص وكانوا أصحاب الكلمة العليا في المباراة، بداية من محمد الشناوي حارس المرمى الذي نجح في الحفاظ على عذرية شباكه حتى تم استبداله بأبو جبل بسبب الإصابة، ليقدم البديل أداء ولا أروع وينجح في التصدي لركلة جزاء ترجيحية مهدت الطريق أمام الفراعنة لبلوغ الدور التالي. وبخلاف الشناوي وأبو جبل، قدم جميع لاعبي المنتخب بقيادة محمد صلاح مستوى أكثر من رائع، أعادوا به للأذهان سمعة منتخب مصر كبير القارة الإفريقية، كما وجهوا رسالة مفادها أن الفراعنة قادمون من أجل حصد اللقب الغائب منذ 12 عاماً. الإطاحة بالأفيال الإيفوارية من دور 16 أزال ضغطاً كبيراً من على لاعبي المنتخب المصري الذين أثبتوا أن التسلح بالروح والاجتهاد هما الطريق الوحيد لاستعادة هيبة المنتخب الذي بات الآن مرشحاً وبقوة للفوز باللقب.